رخص عن نقصي الاغتيال قطعا قطعا، بس حطوا له سم طويل الأجل، يعني مسمى مو في بيروت، وتوفى في الكويت بعد شهرين. طب طوال الشهرين هذول ما بينش عليه أعراض؟ لا، آخر يوم أنا كنت في بيروت اتصل فيه بنت عمي، قالت لي شفت أخوك فيصل؟ قلت لها لا. قالت لي شكله بخوف. شو بخوف؟ قلت لي ما بعرف، شكله بخوف. شافته في التلفزيون؟ التلفزيون. بعديها اتصل فيه واحد قال لي سمعت الأخبار؟ قلت له افتح الأخبار. فتحت الأخبار بقول إنه توفي. توفي. هو كان أظن في زيارة رسمية للكويت. كان زيارة رسمية للكويت.